وقتها بتطلع بعيونها ما ممكن تشيل عيونك عنا، وقتها بتوقف قدامها ما بتلاقي إلا ودموع انهمرت من عيونك. ما حدا بيقدر يفسر سر هالشعور يلي كل مؤمن بعيشه أمامه. هالتمثيل موجود بضيعة تيهالينا بالقرب من ميديوغوريا. هالتمثيل ما كان معروف إلا من أهالي هالضيعة. استقدموا الأب جوزي كاهن رعية ماريلياس يوما بالعام 1988، وأصر أنه ياخذ صورة لهالتمثيل ويوضع على خلفيتها صلاة للعذراء وينشرها بالعالم كله. طلب من مصور أنه يصور هالتمثيل، وبعد 100 محاولة طلعت كل الصور فلو وغير واضحة. وحدة هالصورة يلي بين إيدينا هي يلي طلعت مظبوطة. مع بداية ظهورات العذراء بميديوغوريا كانت الناس تسأل الأطفال عن وجه العذراء، وكانوا يقولوا إنه كلمات الأرض كلها ما بتكفي لتوصف جمال والنور الساطع من وجه العذراء. فبيقوم أحد الأشخاص بيعطيهم صورة لهالتمثيل، وقتها بيشوفوها بينصدموا وبيقولولن إنه هيدا الوجه هو أقرب وجه للعذراء يلي عم بيشوفوها بالظهورات. وقتها سألوها الولاد للعذراء ليش هالقد أنت حلوة؟ كان جوابها واضح، حبوا مثلي بتصيروا حلوين. إذا كنا عم نعرض قصة عن تمثيل العذراء مريم بتيهالينا، مش لنقول إنه نحنا منعبد تمثيل مثل ما بيفكر البعض، بل لنقول قديش الحب بيصنع معجزات، قديش هالحب هو جمال فائق الوصف والطبيعة. والحنان يا مريم العذراء احمي لبنان.